وجد الناس في تظاهرة اليوم فرصة للتعبير عن أوجاعهم. هذه عينات من وجع اليوم برسم من يعنيهم الأمر. جايين نطالب بحقنا، نحن كل يوم منفيق منقول هي آخر شغلة منجربها بلبنان، نتخرج من الجامعات وبنشتغل شغل بيعرف كرمال هيدا البلد بعدنا ما عاملين فيه نحن هون، نحن ما بدنا نفل من هون، صلايا مش للحريري ولا بيو، صلايا لأهلنا. تاني شي شو بده يحكي معنا الحريري؟ بده يقول لنا إنه بيو عمل سوليدار من ورا أهلنا يلي كانوا تجار، أنا جدي كان عنده محل قبل ما تجي سوليدار، كان عنده محل قماش ببناية العسيلة، إجا الحريري صاروا تجار بيروت يدفعوا تعويضات كل سنين الحرب، الحريري مصرياته من ورانا، شو غيري لنا؟ عمري 20 وفكرت كثير روح وهيك لأنه هذا البلد أنا عم نتعلم على شيء فاضي، أول شيء إذا بدنا هلا نحن نروح نقدم على وظيفة بدنا واسطة، بدنا مصاري، إذا بدنا نقدم على وظيفة بيروحوا بيقولوا لنا أنتم مع مين محاسبين، إذا محاسبين بفوتونا، إذا مش محاسبين ما بفوتونا، بناخذ شهادة بنعلقها بالبيت يعني. بنتي محامية بتشتغل ويتر، يا عيب الشمعة هيك بلد، أنا نازلة لحالي، أنا جوزي بيقبض 800,000 وأنا علي كرودة بمليون، هيدي بلد أنا اللي نزلني بس اللي عم نزل اللي نحنا فيه، يلي ما إله ظهر ما بيعيش بهاي البلد. ما في أشغال، أنا بتحداهم لكل الوزراء والنواب إياها، بتحداهم لكل الوزراء والنواب يعملوا امتحانات أي شيء بالدولة على العلن قدام الإعلام وشوفي مين بينجح بكفاءته ومين بينجح ما بكفاءته. بدكم تحاربوا إسرائيل، ما كل المعروف كل قياداتكم كيف نجحت، كل رجال الرجولين ما بيشوارب بالأفعار يا شيخ. أنا بناشد الفلاحين والمزارعين اللي كبوا التفاح على الطريق، وينهم هلا؟ شو فريق التاكسي اللي عم يحكوا ويقولوا عم يشكوا من هالوضع، يعطل يوم ويومين ويجوع يوم ويومين بدل ما يجوع العمر كله. بيك بيشحد الليرة، عذرا على الكلمة بعتذر منك، بيشحد الليرة ليوصفي. أنا جاي أحكي عن منطقتي من الآخر، على الحرمان اللي فيه أكثر من 60 سنة، متنا يعني فوق، شو بعمل يعني؟ الناس بتشغل نسوانا لتعيش يعني؟ ما معلم بعتذر يعني بس بدي أحكي، والزلمة فيهم يجي ياخذني آخر همي، لأنه ما عندي شيء أخسر. وزير الصحة حكيناه، قالنا بعد يومين، قلت له ترجيته، قلت له صار لها 20 يوم ماما بالعناية، كانت بتروق في أمل بنجاتها 95%، هلا الأمل ضاير، وبعدها مسدودة من مستشفى لمستشفى لمستشفى. شو العمل؟ لمين المسؤول هون؟ ولك الرسول عم يقولوا لنا ما في مكان، ولك ما في سيد بيقبل، ما في حدا قلب يسوع اسمه مستشفى قلب يسوع، ما حدا عم يقبل يفوتها. لو كان وزير الصحة أمه هيك كان بنفس الساعة نفس الساعة كان عالجها. نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حصباني معنا مباشرة على الهاتف للرد على أو لأخذ رأيه ببعض هذه الصرخات يلي سمعنا عينة منها الآن في هذا التقرير الصغير. مساء الخير دكتور رئيس. مساء النور، هذا معي. يعطيك ألف عافية. يعني شفنا اليوم الناس قد ايه من حرقة قلبها كانت عم بتصرخ، كل واحد عنده مشكلة حب يعبر فيها ويعبر عنها على طريقته. يمكن أكثر صرخة كانت عالية وبتحرق القلب هي هلأ اللي شفناها، صرخة هذه الفتاة يلي قلبها محروق على أمها اللي عم بتموت قدام عيونها وما عم تقدر تفوتها على مستشفى. نعم، وصرختها هي صرختنا نحن، لأنه نحن كثير بهمنا من أول ما بدأنا بهالحكومة أن نجري بإصلاحات، وإصلاحات بأسرع وقت ممكن لنغير هالحالة كليا، خاصة بالقطاع الصحي اللي هو أساس بخدمة المجتمع والإنسان. هالحالات اللي عم نشوفها مثل هالحالة اللي تفضلت فيها الأخت أنا تبعتها وعم تبعها عن كثب، وفريق عمل الوزارة عم يتبعها، للأسف هيدي نتيجة مشاكل عنا إياها بالضمان الاجتماعي اللي هو صندوق الضمان منه تبع لوزارة الصحة، طبعا بوزارة تحت رسالة وزارة العمل. عم يكون في عندهم نقص بعض الأحيان، عم يكون في عندهم مشاكل بتغطية الاستشفاء الكامل، عم يكون في مشاكل بالأسرة وموازنات وغيرها. نحن عندنا صناديق دعم مختلفة، يعني الجيش اللبناني لحال، التعاونيات الموظفين الدولي لحال، صندوق الضمان الاجتماعي لحال، وفي غير صناديق تعارض، في وزارة الصحة يلي مع الوقت تراكمت الأمور صارت تاخذ على عاتقها أكثر من 52% من مرضى لبنان.
لما توقع حالي من انه عم بيبيعوا المرضى بين الصندوق الضمان اللي ما عم يقدر يعني يأمن لهم الاماكن وعم يلجأوا لوزارة الصحة يلي بالقانون ما بتقدر هي تتدخل لانه هن على صندوق الضمان، ولكن بهالحالات بالذات نحن عم نتدخل عم نجرب نساعدهم خارج نطاقنا لاهداف انسانيه وللسبب الانساني ما في شك. هلا بهالحاله بالذات انا ما بحب ادخل بالتفاصيل الطبيه، نحن كنا بانتظار يعني اشاره من الطبيب يلي عم بيعالج السيده لتكون حالتها مستقره وتسمح بنقلها اذا كان بحاجه لنقل الى مستشفى اخر. ولما وصلنا الحالة وقدرنا يعني نحن نأمن لها مستشفى اخر كان راي الطبيب انه تكون استقرت وتصير تقدر تنقل. ما بدي ادخل عم بيصير معنا حالات كثير من هالنوع عم نعالجهم على هيدا اللي بدنا نقوله دولة الرئيس انه يمكن هيدي الصرخه اللي سمعناها اليوم وحده من المئات يلي كل يوم عم بتصير، كل يوم على الاقل نحن بنشراتنا الاخباريه قد ايه بنسمع اطفال ونساء ورجال وشباب عم بيموتوا على ابواب المستشفيات لانه ما عم يتم استقبالهم، يعني في مشكله كثير كبيره، كيف بدها تنحل؟ هل بسبب القوانين وتضارب الصلاحيات بين الصناديق مسموح يموت مواطن يكون ما له محل ما له سرير بمستشفى؟ هيدي من اول النقاط الاصلاحيه اللي نحن كنا عم نمشي فيها بمجلس وزراء وعم نتمنى انه تندرج من ضمن الاصلاحات اللي هي توحيد الصناديق الضامنه ب يعني جهه ضامنه واحده تامن مستشفى كامل وشامل للمواطنين اللبنانيين بشكل مدروس وعم نقدم دراسات بهالموضوع هيدا انطلاقا من وزاره الصحه. اضافه نحن على قد حالنا ضمن وزاره الصحه عندنا مشروع سلسله يعني اصلاحات عم نعملها مع الطوارئ ومع المستشفيات وهلا عم نتعامل مع الصليب الاحمر والمستشفيات لنلغي هالحاله هيدي كليا، ما يبقى في مريض يترك على ابواب المستشفى، في لها اسباب اجرائيه تتصلح يعني ولكن بدها تركيز وشغل على الاصلاحات وهذا اللي عم نطالب فيه نحن حدهم. وبالنسبه لهالموضوع تحديدا يعني انا بتمنى انه يصير في تنسيق كامل بين الصناديق الضامنه لحتى ما بقى نوقع بهالحاله هي. وزاره الصحه دائما على استعداد انها تساعد الناس بقدراتها، حتى ببعض الاحيان عم نتخطى صلاحياتنا لحتى نقدر نساعدهم لانه باماكن اخرى ما عم يقدروا يعني ياخذوا الخدمه المطلوبه، وهذا من اهم الاصلاحات انا برايي اللي ممكن نقوم فيها نحن، ونحن عم نطالب فيها واكثر المطالبين بهالموضوع. بدي أشكرك كثير على هذه المداخلة دولة الرئيس وزير الصحة غسان حصباني، شكرا جزيلا لك.